معنا على الهاتف الاستاذ فيصل عبد الهادي الامين العام السابق للاتحاد السعودي. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا كابتن، حياك الله. تحياتي وتحيات كابتن عادل تعيمه مع حضرتك. يا مرحبتين، انا سعيد جدا بالمداخله الجميله هذه معاك ومع الكابتن عادل طعيمه، حبيبي وصديقي من اكثر من 30 سنه انا والكابتن عادل طعيمه. هو لسه كان عمال بيتكلم على الـ يعني خبراته و سوالاته مع في الدوري السعودي وايضا مع المنتخب في فتره السبعينات. ما في شك، اول شيء خلني امسي عليكم مره ثانيه وامسي على مشاهدي قناتكم الجميله، والامر الاخر الكابتن عادل طعيمه له الحقيقه مواقف مشرفه وايادي بيضاء على الكره السعوديه من خلال المنتخب ومن خلال نادي الاتفاق، وكما له ايضا ايادي بيضاء على النادي الاهلي في مجموعه من اللاعبين، طبعا ابرزهم الكابتن حسام حسن وابراهيم حسن والمجموعه اللي جت بعدهم. ويعني الواحد ما يعرف كيف يشكر الكابتن عادل طعيمه. الكابتن عادل طعيمه انا اقول انه يعني بطل قومي يجب ان يهتم فيه الاتحاد المصري. اتمنى انه الاتحاد المصري يهتم بالكابتن عادل طعيمه ويعطيه حقه الحقيقه، مع احترامي للموجودين كلهم، يعني كل الموجودين. الكره المصريه ثريه بالاداره وثريه بالفنيين وثريه بالداعمين للانديه، ولكن الكابتن عادل الحقيقه يجب ان ياخذ حقه الكامل في مثل المناسبات. ده اكيد ده كابتن عادل من الكلام هذا لا اقصد، اتفضل فندم. شوف، لا اقصد في الكلام هذا والله التمجيد والتلميع، لانه هو مش بحاجه لكلامي الكابتن عادل. يعني كابتن عادل يعني يا استاذ فيصل، انا المداخله دي سعيده قوي على قلبي، ولازم انا بقى اقدمك للناس. الراجل ده في صفه مش موجوده في ناس كتير، هذا الرجل عنده كم رهيب من الوفاء والامانه واتقان العمل. هذا الرجل الامين العام للاتحاد العربي السعودي، 4 دورات كاس عالم ما شاء الله، الفيفا يعني من الاول الباب لحد اكبر راس كلهم يعرفوا قيمه الاستاذ فيصل عبد الهادي، وكل واحد بينتمي لكره القدم او رياضي حتى في المملكه العربيه السعوديه كاعلامي او كرئيس نادي او كلاعب او كمدرب او مدربين منتخبات جم على مدار ال 20 سنه اللي فاتوا يعرفوا قيمه الاستاذ فيصل عبد الهادي، لانه انسان يتقن عمله جدا، انسان وفي جدا، انسان متدين جدا، يعرف يعني ايه قيمه العمل واتقان العمل ولا يخجل، وكم رهيب من التواضع. انا ما شفتش في حياتي انسان بهذا التواضع وهذا الوفاء، وزي ما هو قال من 30 سنه ما بينزلش مصر الا لما لازم يتصل بيا ونلتقي، على الرغم ان احنا اشتغلنا مع بعض لفتره صغيره جدا في نادي الاتفاق، وكنت انا وش حلو عليه ان انا بعد ما مشيت سنه 90 من نادي الاتفاق تولى اداره المنتخبات، ويمكن لما مشي السنه من 3 سنين مشي نتيجه يمكن كده يعني حاجه من الحاجات بتاع اللي هي مش مظبوطه يعني، واصر ان هو ما يرجعش تاني. لما سمو الامير طلب منه انه يرجع تاني رفض، على اساس انه قاله عمره يعني اكثر من 20 25 سنه وهو قاعد في الرياض وهو اسرته وبيته كلها في الدمام، ومع الضغوط من الامير مسك رعايه الشباب في الشرقيه لمده 2 سنين، ثم حاليا بيعمل حاجات بقى يعني هو ممكن يقول لك عليها. انا يعني بشكرك جدا، على سعيد جدا بمداخلتك وان انا اسمع صوتك يا استاذ فيصل. استاذ فيصل يعني شرفتنا طبعا ونورتنا، وعايز اسال حضرتك، طبعا النادي الاهلي بالغد بصدد اجراء لقاء ودي امام منتخب نجوم الدوري السعودي، والدوري السعودي الان من اقوى الدوريات في المنطقه العربيه، يمكن هو الاقوى في منطقه الخليج. عايز اعرف راي حضرتك في هذا التواجد ما بين النادي الاهلي ومنتخب الدوري السعودي. حظيظ كابتننا الكبير فؤاد انور ووفق الحقيقه باختيار النادي الاهلي انه يكون طرف في هذه المباراه، لانه النادي الاهلي من الانديه اللي على مستوى مصر وعلى مستوى القاره الافريقيه وعلى مستوى العالم، الانديه الكبيره والانديه اللي عندها الحقيقه حضور في جميع المحافل سواء كانت على مستوى افريقيا او مستوى، ونذكر كيف الاهلي شارك في بطوله انديه كاس العالم، انديه العالم،
وكيف انه شارك في بطوله افريقيا عده مرات وحصل على الكؤوس هذه سواء كان دوري او كاس. والاهلي المصري يعني ما غني عن التعريف، مش انا اللي بعرف الاهلي الناس في النادي الاهلي، ولكن كابتن فؤاد يستحق هذا التكريم، يستحق. يعني خليني اشكر اولا الحقيقه الهيئة الرياضه اللي اهتمت باعتزال الكابتن الكبير وحبيبي الكابتن فؤاد انور، اللي يستحق هذا التكريم اولا، وايضا يستحق ان يلعب امام الاهلي المصري. نعم، هو لاعب كبير، مكانه في لعيب كبير كابتن فؤاد، وكان موفق برضه في التسديده اللي جابها في منتخب المغرب في مونديال 94. ما في شك مجدي عبد الغني سجل هدف واحد وازعج العالم بهدف. نعم. ما بالك بفؤاد انور وهو مش مهاجم ومسجل هدفين. نعم ما شاء الله، وكلها تسديدات قويه. ما في شك، ما في شك انه لا الكابتن فؤاد يعني وفق كثير الحقيقه. اتمنى يعني اتمنى ان تخرج المباراه بتواجد نادينا الكبير نادي الاهلي في هذه المناسبه في المملكه السعوديه. طبعا نرحب فيه ونرحب بالاجهزه المشاركه سواء كانت اداريه او فنيه وجميع لاعبين النادي الاهلي. وكنت اتمنى لو انتم موجودين بعد كان شفناكم وسلمنا عليكم يعني باذن الله في يعني في القريب باذن الله. استاذ فيصل، عايز اسال حضرتك، تواجد عدد كبير من اللعيبه المصريين داخل الدوري السعودي، راي حضرتك في هذا الامر؟ اللاعب المصري معروف يعني من ضمن مميزات اللاعب المصري حقيقه اللي يتميز فيها عن باقي انديه باقي اللاعبين العرب، عنده المهاره، عنده الخفه، عنده الولاء المطلق للأهلين اللي يلبسها. نعم. هذا يعني هذا شيء انا متاكد انه يعني انه اللاعب المصري يعني يتحلى بالثلاث ميزات هذه. يعني احنا جينا في الدوري السعودي شفنا عدد كبير من اللاعبين ما شاء الله في الفتره هذه سجلوا ولهم حضور، حضور يعني. ف يعني حيقدموا ان شاء الله اضافه كبيره للدوري السعودي، واتمنى اني اشوف لاعبين اكثر لانه يعني الكره المصريه ولاده ما شاء الله، وافضل يعني افضل ما احنا نجيب لاعبين اجانب. لما اقول اجانب يعني اتكلم غير عرب. نعم. لما اجيب بدل ما اجيب لاعبين اجانب من 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 دول العالم سواء كان امريكا الجنوبيه او اوروبا، واحنا قاعدين نشوفهم يعني اللاعبين اللي عندنا اقل مستوى من اللاعب المصري، فنتجه للاعبين العرب سواء كان من مصر، من ما شاء الله يعني في تونس، الجزائر، المغرب، في لاعبين عرب كويسين. نعم، وبيكون افضل حتى بياخد فتره اقل عشان يخش في الاجواء ويتكيف، لان لسه كان كابتن عادل تعيمة بيتحدث في هذا الامر، يقول اللاعب المصري ما بيحسش بغربه في المملكه العربيه السعوديه. ابدا ابدا، احنا العلاقات السعوديه المصريه سيدي، العلاقات السعوديه المصريه علاقات ازليه، علاقات ليست وليده اليوم ولا امس ولا قبل سنه ولا سنتين، ولا علاقه ازليه. يعني كثير من المجتمع من الشباب السعودي متزوج من مصر، وكثير من السعوديات انا اعرفهم متزوجين من مصريين. نعم. وفي كثير في كثير خوالهم مصريين وكثير خوالهم سعوديين. نعم. فاحنا واحنا ومصر نعتبر يعني شعب واحد، دوله واحده، وما يربط ما يعني اللي يربط بيننا الحمد لله الحب والاحترام والتقدير، واحنا نعز ونحب مصر، ومصر ايضا المصريين يعزون ويحبون المملكه العربيه السعوديه. وان حصل خلافات بسيطه في سوء فهم موضوع معين، او لان زي ما نشوف الاعلام عاده لما يشوف مثلا موضوع ويحاول الاعلام يكبر، وهذا الاعلام المغرض اللي يحاول يعني يسيء للعلاقه بين السعوديه ومصر، ولكن تظل مصر ام الدنيا والسعوديه ابو الدنيا. استاذ فيصل، عايز اتكلم مع حضرتك صراحه، خبر كان بالنسبه لنا مفاجاه ولكن مفرح بانتقال بعض من اللعيبه السعوديين الى الدوري الاسباني، واحد من اقوى الدوريات على مستوى العالم، و
بعض الأندية اللي ممكن يشاركوا فيها بصفة أساسية، ودي حاجة جديدة. يعني اللعيب السعودي كان دايما بيقال عليه أنه هو ما بيحبش يلعب بره السعودية، ولكن دي خطوة مهمة في تطوير الكرة السعودية. ما في شك أنه الخطوة اللي اتخذتها هيئة الرياضة خطوة ممتازة جدا في إقناع اللاعبين السعوديين الانتقال الى او اللعب في الدوري الاسباني او في الدوري الاوروبي، في الدوريات الاوروبيه بشكل عام. اتمنى ان يوفق الله سبحانه وتعالى هؤلاء اللاعبين بايصال رساله ليس على اللاعب السعودي فقط، ولكن على اللاعب الخليجي، اللاعب العربي، الاداء اللي يشرف سواء كان في الملعب او خارج الملعب. لانه انت تقييمك في المرحله هذه ما حيكون تقييم فني فقط، حيكون تقييم فني داخل الملعب وتقييم اخلاقي خارج الملعب. فيجب على اللاعبين ان يعون هذه النقطه. انا ما اعرف الحقيقه، ماني متابع بالضبط من الاشخاص اللي رافقوا اللاعبين، لأنه اللاعب يظل بحاجة إلى توجيه وبحاجة إلى يعني تنبيه عن بعض النقاط وبعض الأمور. لاعبيننا طلعوا من المملكة السعودية إلى أسبانيا. أسبانيا أنت الجميع يعرف أنه أسبانيا بلد مفتوح، بلد منفتح، بلد فيه كل شيء متوفر. أتمنى أنه نعكس إحنا كلاعبين نعكس المكانة والأخلاق الإسلامية العربية في الدوري الأسباني. أستاذ فيصل عبد الهادي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة.